شيخ، طلابة الانسداد شو وقت تخلص برأيك؟ والله إذا جنابك إذا الطلاب هم بيناتهم وبين مطامحهم تخلص، فطلابة الانسداد تخلص. يعني هاي الطلايب مالتنا احنا مال إذا خلصت طلابة فلسطين وإسرائيل، طلابة الجماعة تخلص. يا الله يشغل بسط لك إياها لهالدرجة؟ الجماعة حقيقة الأمور إي طبعا، يعني لغاية البارحة اكو أطراف قالت احنا ما نتنازل، بس لا تسأليني، لأنه والله العظيم 600 هذا أول ممكن أول أو ثاني مرة أطلع وياك، لأنه بصراحتي شبعتني ترى تهديدات ودعاوي دعاوي دعاوي يعني. فاليوم راح أحاول يعني أكون منصف ويا جنابك الكريم. هم الجماعة شوفي دا أقول لك، الإطار السياسي الإطار عدة تخوفات من التيار الصدري بنقاط معينة معروفة للجميع. الموقف السني عنده خلاف ويا وتخوفات من الإطار. هو ليش راح للتيار الصدري؟ لأن أكو وعود حاسمة عند مطالب، يقول لك أنا 18 سنة ويا الإطار ويا الحكومات، حكومة السيد العبادي وحكومتي للسيد المالك وللجعفري وللعادل عبد المهدي، ما حد حقق لي مطالبي، فقط نتفق ويطلعون. واللي كانوا يتفقون وياهم من القيادات السنية ما كانوا جديين، وكانوا بعضهم اصلا عندهم يعني خلينا احنا نسميهم بالمصطلح العام يخافون، يعني بس يريد يلزم الكرسي ويمشي امره. الاكراد من ناحيتهم ايضا عندهم تخوف من الاطار ومن الباقي الكتل. فشوفوا جنابك الكريم، راح افسر لك اياها وراح اتحمل مسؤوليه. طرف ما يثق بطرف، طرف ما يامن بطرف، وطرف ده يحفر الطرف، ثلاثتهم السني الكردي الشيعي. الكردي عنده طموحات، وطموحات الرجل مشروعة، يقول لك أنا عندي قومية وعندي قاعدة جماهيرية. السني عنده طموحين، الطموح الأول أنه يتشلب بالكرسي، وبعض الزعامات تصير هي الزعيم رقم واحد بالأنبار وبالموصل وغيره. أبو الموصل يصير زعامات هسه بالجديد، أبو الأنبار زعامات، أبو نينة وأبو تكريت هسه تفردت الزعامة معينة كان بها تنافس انفرجت. الإطار الشيعي كلها تصير زعامات، تيار الصدري يريد الزعام، الأكراد الخريطة متشابكة، ما راح يقدر يقودون بلد على هذا تفكيرهم. والدليل احنا 19 سنة من الأسوأ للأسوأ، من الأسوأ إلى الأسوأ، من الأرامل، من الفقر، من كهرباء ماكو، من انعدام خدمات. وهسه شوفي هذا، سمعت التقرير جنابك الكريم سيدتي الكريمة، السادة الكرام اللي تحدثوا كلها تتحدث الانسداد الانسداد الانسداد. هو من اللي مسوي الانسداد؟ ميعاد مسوي تلو ابراهيم مسوي، ما انتم اللي مسوين الانسداد. انت شويه تنازل لهذا وهذا يتنازل لهذا، واقعدوا مشوا المركب اذا تقدرون تمشون المركب.